اهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج حتى لا يهجر على قناة الصحة والجمال. النهارده معانا عالم من اعلام الخطابة. النهارده معانا امام وخطيب مسجد الشيخ عبد الخالق الشبراوي والذي نشأ في محافظة القليوبية مركز شبين القناطر. معانا ومعاكم الشيخ محمد حبيب. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله. عاوزين نعرف استعدادات لشهر رمضان الكريم، كيف نستعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام ثمانية أسهم. الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والحج سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. والإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، جددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، فهي كلمة التوحيد، وهي الكلمة التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، بل هي أحب كلمة إلى الله سبحانه وتعالى، حين سأل سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، سأل ربه أن يعلمه شيئا يدعوه به ويذكره به. قال: يا موسى، قل لا إله إلا الله. فقال سيدنا موسى: يا رب، كل عبادك يقولونها، يعني أن كل العباد خلقوا عليها. أقسم الحق تبارك وتعالى وقال: يا موسى، وعزتي وجلالي، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى واحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحارى والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، من غير ربي يرجع الصبح ثانية. شهادة أن لا إله إلا الله لابد وأن تقرن بشهادة أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن سيدنا محمد رسول الله فقد كفر بما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا دخل النار، صلى الله عليه وسلم. والله شهد لنفسه بالوحدانية سبحانه وتعالى، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وقرأت: شهد الله إنه لا إله إلا هو. وقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. وهو الله الذي قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بعد شهادة أن لا إله إلا الله يأتي إقام الصلاة. المسلم يقيم الصلاة، يسبقها تطهر ويسبقها وضوء، ولا بد من طهارة القلب، لأنه موضع نظر الله سبحانه وتعالى في عباده. فالعمل لا بد أن يكون صحيحا في الأداء، خالصا لوجه الله. المسلم يتوضأ ويتطهر ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليكبر تكبيرة الإحرام التي بها يدخل في الصلاة. يقول: الله أكبر، وهو يعلم علم يقين.
الله أكبر تسجد الجباه لعظمته، الله أكبر خلق الكون بقدرته، الله أكبر دبر الأمر بحكمته، الله أكبر يريد الخير ولا راد لفضله، الله أكبر قال في محكم كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بل إن المصطفى صلى الله عليه وسلم شبه الصلاة بماذا؟ شبهها بالنهر بباب كل مسلم، فقال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات ما تقولون فيه؟ أيبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقي ذلك من درنه شيئا. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. طب ما هي رحمات الله في شهر رمضان؟ رحمات الله في شهر رمضان، قالوا عن الصوم إنه حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع، حتى إذا جاع من ألف الشبع وحرم المطرف أسباب المتع عرف الحرمان كيف يقع. سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وسيدنا يوسف كان كذلك، ولما سئل قال: أخاف أن أنسى الفقير. وقال أهل العلم: إن لله عبادا صوموا عن كل ما في الدنيا عما سوى الله، فيحفظون الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ويذكرون الموت والبلى، لا يريدون بعبادتهم عوضا ولا بدلا، إنهم يعبدون الله لله، يعبدون الله الذي قال في التوراة: أفلم أخلق جنة أو نار، أفلا أستحق أن أعبد. هؤلاء لهم عيد فطر واحد، وعيد فطرهم يوم لقاء ربهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصائم: فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أظن أن هذه الفرحة تتكرر مع المغرب في كل يوم من شهر رمضان، وفرحة بالطاعة وطلب من الله القبول في نهاية شهر رمضان. انظر إلى من صام وقام تجد في يوم العيد في سعادة. ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف الوعيد. صحيح، تمام. إنما الذي فرط في نهار رمضان أو في شهر رمضان وأفطر بغير عذر، هل يكون سعيدا في يوم العيد؟ لا والله، لأن كل إنسان في نفسه ملكات، في نفسه ملكات عدلة وملكات إيه يعني واحد حب المعصية بتيسر له، واحد أفطر عارف إن هو على خطأ، وعندما يرتكب العبد الذنب لسان حاله يقول: يا ربي أذنبت، يقول: وأنا سترت. لكن دائما اللي على طاعة وبيراقب ربنا، لأن الصيام مدرسة الصبر، يعلم الصبر ويسن خلال البر، يعرف الفقير عايش ازاي وايه، يبقى بار بالفقير. لأن إقامة الصلاة مقرون بإيه؟ بإيتاء الزكاة. الزكاة معلوم أنها حق الفقير في مال الله الذي استخلفك الله عليه، والله يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي آية أخرى يقول: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فرضوا على نفسهم هذا الحق من جنس ما فرض الله عليه سبحانه وتعالى. وإذا وجدت فقير في الأمة فاعلم أنه بظلم من الأغنياء. وصدقة السر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: تطفئ غضب الرب. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها كانت تضع الدرهم في المسك قبل أن تتصدق به، ولما سئلت لما هذا قالت: إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل بمكان قبل أن توضع في يد الفقير. الله. فديت يعني إيه السيدة فاطمة رضي الله عنها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل ذريتي
كل ذرية الأنبياء من ظهورهم إلا ذريتي فمن فاطمة. أهل البيت الذين قيل فيهم تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار، ونوركم يهتدي الساري برؤيته كأنكم في ظلام الليل أخمار، وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أزهار، وكل ربع حللتم فيه حل به أنس وفتح وأسرار وأنوار، لا أوحش الله قلبا من محبتكم يا من لهم في الحشا والقلب أذكار. الله. طب عاوزين نعرف فضل ليلة القدر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي التوبة، جو الإسلام كله مملوء بالتوبة والمغفرة، فالصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهم لما بينهن إن اجتنبت الكبائر، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيمة ليلة القدر عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، أن القرآن نفسه الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلها عظيم. نعم. فضلها عظيم. فضلها عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقيام ليلة القدر، وأخفيت في العشرة الأواخر من شهر رمضان لاجتهاد الناس في العبادة، لأنها بتبقى في الليالي الوتر 21 23 25 27 ويقومها المؤمن، يعني الاجتهاد في العبادة، ويريد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد رضا الله عز وجل. حتى سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم السلام، واحد من قوم سيدنا سليمان، يعني راه ركب البساط وماشي بدون محركات ولا وقود، فبيقول ايه، يقول ما احسن سليمان وملكه، او ما اعظم سليمان وملكه. فنزل، ماذا تقول؟ اقول كذا. قال والله لا تسبيحه واحده في صحيفه العبد يوم القيامه خير من سليمان وملكه. يبقى يقومها بالصلاة وبالذكر لله سبحانه وتعالى وبطاعة بخشوع ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يقرأ قرآن، يذكر الله، يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل هذه الأعمال بإذن الله مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. حدثنا عن أولياء الله الصالحين، ما هي صفاتهم؟ صفات أولياء الله الصالحين، الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صفاتهم إيه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وكانوا يتقون الله في سرهم وفي جهرهم. والله سبحانه وتعالى من فرط كرمه وجوده على عباده ينادي يوم القيامة ويقول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. جميع الخلق فيهم إيه؟ خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. المؤمن عارف إن فيه بعث وفيه حساب وفيه جنة وفيه نار، فبيعمل لما بعد الموت. الكافر اللي هو مشرك أو كافر بينكر وجود الله خالص، رأى كل حاجة قدامه رأي العين، رأى البعث قدامه رأي العين، فماذا يقول؟ الكل يقول إيه؟ يقولون نحن جميعا عباد الله. فينادي الثانية ويقول الذين آمنوا بآياتنا، أي بآيات قدرة الله سبحانه وتعالى، وكانوا مسلمين، كانوا موحدين من جميع الأمم، شهدوا لله بالوحدانية سبحانه وتعالى، آمنوا برسل الله، لم يجعلوا لله ندا ولا شريكا في ملكه، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. لأن كل الأنبياء دعوا إلى الإسلام،
فعندها ينكس أهل الشرك رؤوسهم ويبقى الموحدون رافعي رؤوسهم. ثم ينادي الثالثة ويقول الذين آمنوا وكانوا يتقون، فينكس أهل الكبائر رؤوسهم ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسهم. فالأولياء علامات ومنارات في الأمة، يهدي الله سبحانه وتعالى بهم من الأناس الكثيرة والكثير، ببركة الدعاء، ببركة التربية، شيخ الطريقة مربي ومعلم، وأصحابه على إنه بشر من الله عليه من فضله وجوده وكرمه بطاعته. والأولياء طبعا يعني لهم كرامة عند الله سبحانه وتعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأهل التقوى هم أهل النجاة يوم القيامة، الذين قال فيهم سبحانه وتعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. طب حدثنا عن استشهاد الحسن والحسين. سيدنا الحسن مات مسموم، وسيدنا الحسين طبعا معلوم انه كان استشهاده في كربلاء، وكان طلب منه انه يبايع ليزيد ابن سيدنا معاوية، فقال مثلي لا يبايع سرا، ورحل إلى الكوفة ليبايعه الناس. وفي الطريق لقيه الفرزدق وسأله عن حال الناس، قال يا ابن بنت رسول الله قلوبهم معك وسيوفهم عليك، والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. قال سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما. بل إن أم الفضل زوجة سيدنا العباس ابن عبد المطلب رأت رؤيا، فأسرعت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم مخافة أن يصيبه مكروه. الرؤيا إيه؟ رأت أن جزءا من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في حجرها، فلما أسرعت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لها ما بك يا أم الفضل؟ قالت رؤيا يا رسول الله لكنها شديدة. شفت إيه؟ شفت كذا. فقال لها خيرا، رأيت تلد فاطمة ولدا وتكونين أول من تتلقاه في حجرها. تقول كلنا فرحون بمولد الحسين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. قلت ما يبكيك يا رسول الله؟ قال جاءني جبريل وأخبرني أن بعضا من أشقياء أمتي يقتلون ابني هذا. وهو في الطريق حين لقي الفرزدق قال يعني سأل عن حال الناس، قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك، والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. قال سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما. وهناك في كربلاء كانت المحنة حين طلب سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه ممن معه من الرجال، قال اذهبوا إلى شأنكم في ستر الليل. قالوا لا يا إمام، نحيا بحياتك ونموت بموتك. المعركة غير متكافئة، 75 من آل البيت و15 من محبي آل البيت، و يعني 90 راجل قدام 4 أو 5 آلاف، محسومة المعركة قبل أن تبدأ. فطلب تأجيل القتال ليلة وقال اذهبوا لشأنكم في ستر الليل. قالوا نحيا بحياتك ونموت بموتك. دارت المعركة، سيدنا الحسين يغتسل ويستعطر ويسألوه لما هذا؟ قال سأكون اليوم في عداد الشهداء. طبعا واحد من أبنائه من أبناء سيدنا الحسين بيشكي العطش وما في الصحراء، قال اصبر فلن تمسي حتى يسقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. اللي بقي من المعركة، اللي فضل من المعركة، سيدي علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين. والسيدة زينب رضي الله عنها تحملت المصاب بصبر وجلد، وقالت إيه؟ إذا ضاقت بك الأحوال يوما فسق بالواحد الفرد العلي، فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة في العشي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب
فكم لله من لطف خفي، توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي. وهي دخل قصر يزيد مع نساء أهل البيت وبتاع، النساء القصر يعني رأوها فصرخوا ماذا فعلتم في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ويعني هتلقوا رسول الله يوم القيامة ازاي ويقول لكم ماذا فعلتم في بني رحمي بعد مفتقدي. طبعا سيدنا يزيد بيقول لها يعني أقيمي معنا يا بنت أمير المؤمنين، قالت له إني راحلة وجاءت إلى مصر، وأظن إن مصر محفوظة بآل البيت فيها بإذن الله إن شاء الله، يعني بوجود آل البيت فيها اللي هم دعوا لأهل مصر بالستر. فنرجو الله سبحانه وتعالى من فضله وجوده وكرمه أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. طب كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أهل الكتاب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث وخالق الناس بخلق حسن، بل إن القاعدة الأساس في الدعوة الإسلامية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان يتعامل مع أهل الكتاب بالخلق الفاضل، يعني راح يزور واحد يهودي، فتى يهودي كان يخدمه، ولما سأل عليه قالوا مريض، قال نعوده. دخل عليه عليه الصلاة والسلام فبنور الله، لأن البصيرة كلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني علم بنور الله أن هذا مرضه الأخير، فقال قل يا فتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فجعل ينظر إلى أبيه مرة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة. يعني نظرته لأبوه أقول ولا ما أقول شيء؟ أبوه قال إيه؟ قال له أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، خرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي نجاه من النار. يعني الإنسان وخالق الناس بخلق حسن، ما قالش وخالق المسلمين فقط، ولكن وخالق الناس بخلق حسن، عشان الدعوة الإسلامية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولا بد أن يكون العبادات صبغة على الأخلاق. واحد بيشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج ويفعل الطاعات. والرسول كان بيرجع عليه الصلاة والسلام من المعارك الجهاد يقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. صحيح. فقال وخلق الناس الناس كل الناس بخلق حسن، لأن الإسلام هو كده، الإسلام خلق، الإسلام أدب، الإسلام طاعة لله سبحانه وتعالى في 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 نفس الإنسان وفي خلق الله سبحانه وتعالى. آمين. طب عاوزين دعاء لمصر لرفع البلاء. يا رب إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، إذا ما شئت في الدارين أن تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فابدأ واختم بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد، وعند الموت ترى أمورا تصدوك بالصلاة على محمد، وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد رسول الله حقا آمنا وصدقنا واتبعنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المضلل بالغمامة، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد المتوج بالكرامة، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الشفوق على اليتامى، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد المشفع في القيامة. اللهم إنك تعلم أننا ضعفاء فارحم ضعفنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، واحفظ بلاد المسلمين وبلاد العالم من الوباء يا رب العالمين. اللهم قنا شر الأسقام والأمراض، اللهم قنا شر الأسقام والأمراض، اللهم قنا شر الأسقام والأمراض. اللهم برحمتك الواسعة أمنا واكفنا شر ما أهمنا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى أحياء وأمواتا ولكل المسلمين أجمعين.
واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم شفع فينا سيد الأولين والآخرين، وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبكده يكون حياتنا خلصت مع الشيخ محمد حبيب. انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.